في حالة صارت وبتعرف أنا ما بدي أتناولها مثل ما متوقع، يعني مشهد ربيت ال لك والله حجيب اجلي. والله ايه والله اسمع تفضل. أستاذ عبد، مشهد القبلة تمام؟ سمعت شو؟ القبلة بالإفطار الأخير، بقبلة الفيلم، يعني مثلا المشهد القبلة بينك وبين المدام كيندا بفيلم الإفطار الأخير تمام؟ تفضل. بعيدا عن هذا موضوع مكسر الدنيا ادم، ايام الايام عليه أيام هلا الأيام هلا على هي البوسة، حتى في ناس عم بتعنون الفيلم الذي جمع شفتي عبد المنعم عماري وكيندا حنا، يعني في عناوين بتطلع انت هيك وترند، يعني هي برجع لك الترند مرتب، يعني بعيدا عن فكرة الترند والله لأنه مثل اختي اقسم بالله العظيم. انت بتعرفها لمدام كيندا، يعني في صداقة بتجمعكم؟ والله انا مدام كيندا هي يعني من الناس اللي كانوا ما درستون انا هي واجتمعنا عم بحكي على المستوى الشخصي ايه، بس انا كثير بحترمها وبحبها وبحب زوجها الاستاذ ناجي وما فيها المعرفة القوية، يعني في معرفة صداقة حلوة هيك بس. شو اللي بدك تسأله؟ ايه اوكي، بعيدا عن موضوع انه في ناس بتتصيد، مفهوم الفكرة انه في ناس بدها تعمل بلبلة والى اخره، بس الاشخاص ما اللي ما 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 بقول بلبل، ما فهمت انت سؤالك بس وضحه. بس مكفي فكرة انه فعلا في اشخاص استهجنوا الموضوع جدا، انه لا هذا الشيء ما عنا وما بيشبهنا ويا عيب الشوم ولوين وصلنا والى اخره، من هي ما عم بحكي عن صحافي، عم بحكي عن الناس العادية أستاذ عبد اللي شافت هذا المشهد على أنه هو جريمة بحق السينما والدراما. هاي الحالة أنت عن جد كإنسان مثقف شو بتسميها؟ ما فهمت السؤال. أنا أستاذ عطية بقصد أنه أنت يعني أنا ما بعتقد حضرتك ممكن تطرح هذا السؤال على عبد المنعم عمايري هي الطريقة. أنا بعتقد لازم تغير السؤال أو صيغة السؤال تجاوبك بطريقة. طيب بكل بساطة شو رأيك بالتعاطي مع هذا المشهد اللي صار ترند وهو مشهد سينما ما هو مشهد تلفزيون؟ ما فهمت شو رأيي بشو؟ بهذا التعاطي، يعني انه صار ترند والناس عم بتهاجم وعم بتقول يا عيب الشوم ما بيصير. مين كل الناس؟ بعض الأشخاص اللي هن عددهم لا بأس فيه، أو تعاطي بعض المنصات اللي هن كمان كتيرة على وسائل التواصل الاجتماعي. حضروا الفيلم؟ اللي حضروا المشهد أو حضروا الصورة. أنت كإعلامي وكصحفي برأيك يعني ممكن نحن نتناقش بهيك قصة؟ يعني هل تعتقد أنه بدنا مع ماير ممكن تتناقش معه بهيك قصة؟ إحنا حكينا تحت الهواء قلت لي لا يمكن. إيه بس هذا موضوع ما أنا ما بتناقش فيه. مين قال انه انا كنت شخصية اسمها سامي؟ شو دخل عبد المنعم عمايري بسامي؟ تكتفي بهذا الجواب استاذ عبد؟ شو دخلني انا بشخصية سامي؟ عبد المنعم غير سامي. انا ما بعمل دور استاذ عطية. اسمح لي بس اقول لك شغلة. هلا نحن مع الأسف كل ما عم يمرق الزمن كل ما عم نتخلف أكثر كل ما عم نكون. بالمناسبة أنا بشكرك على فكرة على هذا اللقاء، وعلى فكرة أنت يعني لو مو أنت يعني لو مين ما كان مستحيل ناقشه بهذا الموضوع، بس أنت يبدو أنت ترند مو أنا الترند. أنت ترند السوري. إيه بس بدي أقول لك شغلة. يعني عندما أقدم دور الله شلون بدنا نشرح القصة هي لأنه ما حدا عم يفهم علينا. حاول أستاذ عبد. والله صعبة أنا بشرح لك إياها لك بس بالآخرين. أخي أنا أقدم دور شخصية أنا أحترم كل شخص يكون جريء. أنا عندما يكون هناك مبرر درامي لأي مشهد حتى لو كان شو ما كان أنا بعمله وبعمله على الموت. السبب إنه أنا عم أقدم فن. طب ليش ما بيحكوا عن شخصيتها عن زوجته اللي هي مفجرة وميتة و... ف...
طب انا كيف بدي اودي مرتي بفيلم سينما؟ هلا نحن من قبل ما كان في سوشيال ميديا. يعني انا بدي اقول لك شغله، احمد زكي اخر شخصيه صارت بالعالم، اسف للكلمه يعني، وهي على الهواء، ولا احمد عادل امام، ولا مدري مين، ولا مين شو بدك؟ مين بدك اذكر لك اسماء؟ اذكر لك اسماء سوريين؟ ما راح اذكر اسماء سوريين مشان ما يزعلوا مننا. طيب كيف ضايقت من كلمه هذيك؟ ما لا لا انت لك كامل الحريه. لا لا عادي انا ما عندي مشكله، بنحكي نحن احنا اوبن مايند يعني، لانه حتى سعد الله والنوس لما نزلها بمسرحيته نزلت بالكتاب وانطبعت ووافقت عليها الرقابه. هي الكلمه يعني اللي قلتها هلا ما ارجع عيدها. هل تعتقد لا موجوده بالمنظمات التاريخيه وموجوده بال ووافقت الرقابه عليها عشان ما حدا يقول عني انه انا بقلل ادب؟ انا ما بقلل ادب اصلا بالحياه، ما بحكي كلام قليل ادب. لا يا استاذ عبد، يا استاذ عطيه، عادل امام ولا احمد زكي ولا رغدة ولا اسماء عنا بسوريا ولا مين ما بدك عشان ما نذكر اسماء سوريين والناس تزعل مننا، والافلام موجوده يعني، مو انه انا عم بحكي من عندي. طب هل من المعقول بس انا ما عم بعمل فيلم تجاري؟ يا رجل، مره عم تقول له انا بدي موت وبدي ودعة، شو بدي عانقها انا؟ شو عم بعمل مسلسل باب الحاره؟ طب هلا هون بيجي اللي ما اشتغل فيه 8 سنين. طب يا استاذ عبد، بعثتني وبتها وبس كانوا دموعي عم يشروا. هل من المعقول هذا الكلام؟ يعني ينحكى عن ست عندها اولاد وممثله وعبقريه وبنت عيله ومحترمه وراقيه وعندها زوج مخرج كبير وعندها اولاد، هل من المعقول ان تقبل بهذه المساله؟ لو ما كان شوفوا الفيلم، بس تشوفوا الفيلم حكوا عننا. هذا رايي استاذ عطيه. انا اسف، هلا حاسالك سؤال فيك ما تجاوب لك. لا فيني جاوبك على شو ما بدك، ما عندي مشكله. استاذ عبد، هلا ممكن يجي حدا يقول لك طب انت بتقبل على بنتك او اختك او زوجتك انه مثلا تنباس بمشهد لنفترض بنتك لو كانت ممثله؟ لا لا لك شغله، هلا هذا حجاوبك عليه بشكل حلو. بنتي اذا كانت ممثله، اذا قبلت تكون ممثله، هي ما حتكون هي بنتي، حتكون الشخصيه. اذا كانت بنتي ممثله بتكون محجبه وتمثل وفايته على غرفه النوم ونايمه بالتخت وهي حاطه حجاب، مع احترامي للحجاب، انا امي واخواتي محجبين يعني، ما عندي، بس انا عم بحكي بالشكل العام. هذا موضوع، لما انت بدك تشتغل بالفن بدك تشتغل للاقصى، انت ما عم تشتغل انت. يعني مين قال انه انا ممكن احس باي لحظه قدامك مليون فني؟ انا عم بعمل الدور. لما بيكون الفنان حقيقي وإنساني وعم يقدم رسالة، هذا موضوع آخر. نحن ما عم نصور مسلسل أو فيلم، مسلسل مستحيل أنا أعمله. المسلسل رفع فوت على كل البيوت، فيلم السينما أنت بتروح عليه تجيب أولادك فيك ما تجيبهم. أنا ما بقدر إنه أعمل هذا فيلم سينما، بس كمان بنفس الوقت ما بقدر أكون مكذب على الناس، لأنه يعني هذا بيوجع. احنا ما عم نشتغل مسلسل او فيلم سينما انتاج داعش. انا عم اشتغل فيلم سينما انتاج المؤسسه العامه للسينما. رجع للارشيف وشوف شو عم بعمل انا، شو عملت، شو غلطت المدام؟ هلا انا شاب بس المدام وماني مجوز. مدام كندا، شو لك عم تعمل فن والبنت محترمة إلى أبعد الحدود؟ هذا مسيء لعائلتها ولزوجها وللفن كله، للفن السوري كله. انسالي، هلا هي مسألة، هي بتعرف، وهي بنت جريئة وبنت أقسم بالله العظيم يمكن شايفها مرتين أو ثلاثة لكندا. كندا بس يعني المبرر الدرامي هو اللي بيخليك تكون وبدون اقتراحات من عندي، لأنه أنا مش جلدة لجلدة بالفيلم. أنا بتمنى تشوفوا الفيلم وبعدين نحكي، بس أنا بعتقد طولنا بالحديث عن هاي الفكرة. فيك تغير الموضوع نحكي بشيء ثاني؟ هغير الموضوع أخيرا أستاذ عبد، بس شكرا
لانه ما بيتبعك يعطي هذا الحديث. بس انا بعرف انه انت يعني بدك توصل الفكره للجمهور. بس احنا صرنا متخلفين، يا ريتنا كنا مثل قبل.